شبكة الطرق في الجزائر تتعدى 141,000 كيلومتر. شبكة الطرق منها 9,000 كيلومتر من الطرق السريعة، 8,860 يعني أظن من الطرق السريعة، من الطرق السريعة. يعني لو مقارنة بالدول الجوار، فدول الأربعة المحيطة بنا يعني لا تتعدى يعني شبكة الطرقات 100,000 كيلومتر. يعني لكم أن تتصوروا الفرق الشاسع الموجود بين شبكة الطرقات في الجزائر 141,600 كيلومتر أظن، صح لي سيد الوزير، و 9,000 من طرق سيارة، يعني بالمعايير الدولية، معايير الدولية. ونحن لما نقول 1,500 يعني كيلومتر من الطرق السيارة فهي بالمعايير الدولية. الغباء بأم عينيه ملي كتشوف دولة بترولية كتقارن راسها بدول غير بترولية. بنادم الكلاخ المبين قلتها وعنقى دائما كنقولها، الشعب الجزائري هو اللي غلط ماشي الكبرانات والابواق ديالهم. الشعب الجزائري كيموت لشي حاجه سميتها الشعارات، هادشي اللي كيبغاو يوصلوا ليه كيعطيوه الشعارات فقط. عباد الله كيفاش دوله بتروليه كتقارن راسها بدول غير بتروليه؟ عباد الله كيفاش دوله اساسها فرنسا سرقات الصحراء المغربيه وضافتها ليها، سرقات الصحراء ديال تونس وضافتها ليها، سرقات الصحراء من ليبيا وضافتها ليها، بلا ما نهضروا على الجوار الاخر ديال مالي وزيد ليه، وردتها واحد المساحه شاسعه. فحاجه عاديه انكم تكونوا عندكم اكبر طرق لان المساحه ديالكم لا تقارن. واش غتقارن راسك بتونس كمساحه؟ اما باش تهضر وتقارن راسك بدول الجوار، نتوما دوله بتروليه صاحبي، ما تبقاوش تقارنوا راسكم بينا، راك تطيحوا براسكم. انت خصك تقارن راسك بالسعوديه، امارات، قطر، الكويت. مجرد انك تخيل تقارن راسك بهادو غادي تضحك على راسك، انت عاد تضحك على راسك، عاد تقول اودي اش كندير، شوف هذوك الناس فين وصلوا وانت فين باقي، باقي كتقلب تقارن راسك بتونس. فرنسا خلات لك اكبر مساحه والخيرات اللي كاينه تما تضاهي ما كاين في الخليج، وانت باقي كتصارع باش تبين بانكم واعرين وكتعطيو الشعارات للشعب. اجي نهضروا مال هادو دابا، هادو سيدي داروا واحد المشروع شي طريق دشنوها ودابا فرحانين بها وكيقول لك مشروع عالمي مشروع. اجي اخي الجزائري فوكاش بدا هذا المشروع هذا؟ علاش كنسول وقول لي فوكاش بدا؟ دابا نتوما فرحانين بهاد عبد المجيد راجل الزهراء، راه اش دار، راه فعل، راه دشن. هذا المشروع هذا فوكاش بداوه؟ بداوه في 2006 و17 عام يلاه سالا وطري كيف من العبد ديال عبد المجيد مانديلا، 14 سنه باش سالوه، اكلوا وشربوا وفرقوا على حبابهم عاد سالوه. كذلك هاد الطريق هادي 17 سنه وما ياكلوا ويشربوا بها، عرفتي شحال من المسؤول على هاد الطريق غادي يدخل الحبس؟ لقاو غادي بميزانيات وميزانيات. انت اصلا خصك تحشم تقول انا دشنت هاد الطريق هادي من 2006 وانت خدام عليها، عهادي كافيه انك تخليك تحشم وما تهضرش. كيفاش طريق جلسنا عليها 17 عام ومع ذلك جاي كتخرج في عينيك احنا احسن من دول الجوار، شوفوا الشعب الجزائري احنا مشينا بعيد، احنا هربنا يا ودي، راه المشاريع ديال بوتفليقه كتكملوا فيها. ما مركشي 17 عام وانت خدام في طريق وخارج باغي تبان على المغرب، احنا واعرين على دول الجوار، انت باقي كتقارن راسك بتونس ولا دوله كتنعس على وديان من الخيرات وباقي كتقارن راسك بالسعوديه وبقطر وبالامارات بعد من تونس ومن دول الجوار. 17 عام وما خدام في طريق وفي الاخر خدام، الله اكبر، احنا هنا اللي كاينه، احسن منظومه صحيه، احنا احسن طرقات، احنا والله ما كتمرقوا بالله. فاجي ولدي تسمع بالتفصيل هاد الطريق هادي شحال تخسرات عليها ديال الميزانيه، شحال من سنه وما خدامين عليها، الكوارث اللي دازوا على هاد الطريق، المسؤولين اللي تشدوا بسبب هاد الطريق هادي واللي خارجين باغين يبانوا فيها على دول الجوار. احنا واعرين احنا. خليكم مع الفيديو كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات، الناس مازال ما مشاركش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. استاذ سعد، ما رايك استاذ سعد في هذا المشروع؟ اخيرا رأى النور كما يقولون، اخيرا انتهى هذا المشروع، انطلق سنه 2006 وانتهى بالمطاف عام 2023 بالضبط الاسبوع الاول من اوت دشن هذا الشريط الاخير. لكن الناس تتساءل باي ثمن ناهيك عن تلك المحاكمات والمحاسبات والسجون؟ عمار غول نموذج كان وزيرا للاشغال العموميه وغيره، القائمه طويله جدا. دكتور احمد احسن الوصف انه قال لك هذا كان مشروع نهب لكثير من المسؤولين والمديرين العامين ومليارات تلو المليارات. الان وصلنا الى هذا الرقم، وهناك من ينتقد يقول لا هذا رقم فقط تقدمه السلطه، ولكن هو اكثر بكثير، اكثر من 13 مليار دولار. السلام عليكم استاذ عثمان. عليكم السلام، مرحبا. تحيه الطاقم المغاربيه، تحيه المشاهدين الكرام. فك الله اسر المساجين في سجون الطغمه العسكريه. دعني اولا اترحم على اخينا المناضل الحر الشريف فيصل دريد. هذا شريف الاوراس رحمه الله عليه، كانه الله فسيح جنانه وتعازينا الحاره لعائلته، والصبر والسلوان
لها. الأستاذ عثمان بعد الانقلاب على الثورة السلمية، ثورة الحراك التي قادها المقبور القايد صالح، والذي جاء والذي طبق المادة 102 على رئيس العصابة السابقة بوتفليقة من الثكنة، ثم جاء تبون هذا المزور والفاسد المفسد الذي اشتغل في هذا النظام وعايش كل مراحل الفساد. اليوم يعني بدأت مرحلة يعني منذ 4 سنوات من مشروع القطار السريع والإبداع الاقتصادي وبناء مؤسسات الدولة. بعد 4 سنوات ما زال الشعب الجزائري يعمل طوابير على الحليب، ولا أصبح العدس يعني رمز من سنوات إلى هذا. لدينا محور خاص بهذا ما نسميه نحو المضاربة والاحتكار، لكن خلينا في طريق سيار شرق غرب ثم نأتي إلى محاور أخرى. نأتي إلى طريق السيار. أيوة. لأن هذه الكتابة الجديدة ليس لها ما تحتفل به، ليس لها ما تدشن، فهي تحتفل بالفضيحة التي صنعتها العصابة القديمة الجديدة والتي شارك فيها تبون. يعني هذا المشروع يعني هو أغلى مشروع في العالم وأفسد مشروع في العالم وأنهب مشروع في العالم. يعني 16 أو 18 مليار دولار من سنة 2006 يعني، ولأنهم حقيقة لا يستحيون يحتفلون بهذا الخراب وكأنه إنجاز. هو ليس طريق سريع بالمعايير الدولية، رغم أنه أكل يعني أموال ضخمة تفوق ما هو متعارف به في المعايير الدولية، رغم ذلك يحتفلون بهذه الفضيحة الكبرى أو سميها فضيحة القرن. هذا الطريق غير مكتمل تماما، لأنه من أول يوم هو محتاج إلى الصيانة. نحن نشوفه في البلدان يعني طريق سريع حوالي 10 سنوات، يعني 17 سنة بالضبط، 17 عام قضى هذا المشروع. صحيح، ولكن هذا الطريق هو نفسه اليوم محتاج إلى صيانة. فيه يعني أماكن لازم، ولكن الوزير الأول يقول أنه ملائم للمعايير الدولية المتعارف عليها بخصوص الجسور والطرق وما إلى ذلك، كأنه يباهي به حتى الدول الجارة الشقيقة. يقول نحن لدينا كيلومترات عديدة تفوت حتى ما عند الجيران، ربما وقفت على هذه العبارة قالها أثناء التدشين. شوف، هو تعودونا على هذا الكلام الخشب، كلام الخشب ثاني من عهد الاشتراكية، يعني ثاني أكبر مصنع وثالث أكبر وأحسن طريق وأحسن منظومة صحية كما قالها المزود. لكن المواطن العادي يفوت على هذا الطريق ويشوف بأنه طريق الموت، والناس كل يوم تموت فيه، والخزينة العمومية تكبدت أموال أضعاف ما يستحق الطريق، والكارثة أنها ستتكبد في المستقبل أموالا ضخمة جدا لصيانة الطريق. سوف لن يستطيعون توفير أظرفة مالية لصيانة الطريق، وسيكون أمامهم الحل الوحيد هو أن الناس تدفع لاستعمال الطريق، وهم عاجزون حتى على إدارة الدفع في هذا الطريق. المشكل ليس فقط في الطريق السريع هذا الذي تتكلم عنه العصابة، يعني كانوا يقولوا بوتفليقة عصابة وهو اللي أنجز هذا الطريق، والآن عصابة تدشن يعني تدشن فضيحة متاع عصابة أخرى. المشكل مش فقط في الطريق اللي خدا 16 أو 17 مليار، حتى السكن في نفس الفترة. يعني الأستاذ كان يقول حداد وما حداد، يعني وكأنه تبون هذا ما كانش ينهب في أثناء هذه الفترة. في نفس الفترة اللي أنجز فيها الطريق كان السكن يعني اخذوا فيه الصينيين 21 مليار دولار، والفساد الذي حدث فيه كله كان تحت رعاية تبون. احنا شفنا ويحيى أشار إلى هذا. لا، السكنات يعني اللي سكنت فيها الناس، واحد فيه طاح فيه البالكون، واحد يعني الفيديوهات موجودة يلقى حائط ثالث، ثم نحكي كذلك على مسجد النهب الأعظم يعني اللي أخذ ملايير الدولارات. نعم. والآن لا يستطيعون حتى إقامة الصلاة فيه. ونشوفوا كل المشاريع كلها إخفاق وكلها فضائح وكلها نهب على نهب. طيب. فرق بين العصابة، يعني الأستاذ كان يحكي قال كانت العصابة وكأنه العصابة راح لشهادة تبون، يعني 50 سنة وهو مع العصابة، يعني هي نفس العصابة ما زالت تنهب. كل العصابة هذه
تحميها عصابة العسكر يعني كسكيت عندها ربطة عنق كواجهة مدنية، ولا زال النهب مستمر، ولا زال يعني الفساد مستمر، ولا زال يعني العصابة تعيش في الأرض فسادا. نعم، وهناك من يربط مثل ما كنت تذكر عبد المجيد تبون بقطاع السكن وليس الأشغال العمومية والطرق، ولو أن أحمد يحيى ذات يوم لما وقف بين يدي هيئة المحكمة قال لهم أنتم تحاسبونني عن الفساد، ليتكم تعلمون كمية الفساد الكبيرة في قطاع السكن. طبعا هو يشير لمن؟ للرئيس الحالي عبد المجيد تبون اللي هو كان وزيرا لفترتين على رأس هذا القطاع. وهذه الإخفاقات كلها اللي موجودة، هل هي السلطات المحلية؟ ثم نشر روحوا المناطق هذه اللي يسميوها الظل، واحنا نسميها مناطق يروح فقط للعاصمة. يعني انت في العاصمة يعني الدولة مش قادرة تجمع القمامة، الناس في العاصمة يطلقوا لها الماء مرة مرتين في الأسبوع، الناس في العاصمة يعني ما عندهاش أدنى خدمات، الناس في العاصمة وفي المدن الكبرى ينقطع عليهم التيار الكهربائي. إذا احنا أمام إخفاق منظومة مدنية التي تمثل واجهة مدنية لمنظومة عسكرية مافيوية تنهب أموال الشعب. يا سيدي ما نروحوش على السلطات المحلية، ما شفناش سكنة تاع العسكر اللي ياخذ 20 مليار دولار وفي الأخير ما يقدرش يجري جنوده ويموتوا له 10 أو 11، ما قادر حتى على إجراء جنوده. ما شفناش هذا العسكر اللي مدي 20 مليار دولار يخرج الجنود تاعو بالبالات. هو يقول لك كاين الأظرفة المالية، نعم كاين الأظرفة المالية لكنها تنهب، لكن هؤلاء الذين ينهبون المال من يحاسبهم؟ هل هناك قضاء في الجزائر؟ في الجزائر ليس هناك قضاء، الناس كامل تعرف يعني القضاء بالتليفون. ثم أنه هذه كلات تعينهم المخابرات، ثم أنه أصلا الناس في البلديات وحتى رئيس البلدية اللي ما عنده حتى صلاحيات ما تقدرش الناس تقول تترشح رئيس بلدية، يعني قائمة تفوت على المخابرات، ولو كان يشموا فيك فقط رائحة الخير والله الملف تاعك ما يفوت. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، نشوفوا شنو هو الرأي ديالكم. ناس مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا كيف العاده، نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.